للأسبوع الثالث على التوالي تستمر الجهود المجتمعية لشق طريق المرزوح في جبل صبر. يواصل هؤلاء الشباب الليل بالنهار في سباق مع الزمن، يحلمون باليوم الذي تتصل قريتهم بمدينة تعز. ليس عمل طبيعي، العمل أكيد أن فيه ناس مشرفين فنيين، لأن الطريق التي تشق الآن تشق بطريقة هندسية رائعة. يمر مخطط الطريق الواعد وسط القرية، فيلتهم في طريقه أشجار القات والزيتون والموز. وأمام المشقة التي ترافق حياة الناس منذ عقود، فقد قابل المواطنون هذا الموقف بكل رضا، ولسان حالهم يقول في سبيل وقف المعاناة كل شيء يهون. لا نبخل من شأن المصلحة العامة، لا نبخل مطلقا، لأنها مصلحة المنطقة بكاملها. لقد حرمنا كثير، نعم، والآن لا بد أن نرى بصيص النور. السلطة المحلية ممثلة بمدير المديرية ومدير أمن المديرية ونائب مدير أمن المديرية والمشايخ من برنامج شيخ سعيد ومشايخ معزاف ومشايخ المرزوح والسيد عبد السلام حسن علي وكل الأهل وكلهم باسمه وصفته نشكرهم ويرحبوا على العين والرأس، وهم سند لنا إن شاء الله. أخذ المخطط بعضا من أراضي مواطنين من خارج القرية، وتم تسوية الخلاف سريعا، وما بين حب الأرض وقداستها وما بين فك الحصار عن القرية يتنازل الرجال في سبيل المصلحة العامة. كل عقلانية لا يتعصبون حتى يصبح مجتمعنا مجتمع راقي. السلطة المحلية هي الأخرى ترافق هذا المشروع، وهذه هي الزيارة الثانية لهذا المكان، كما عملت على تسوية الخلافات حتى لا يتوقف المشروع. فخلال أقل من 20 يوما استطاع الناس وبجهود ذاتية أن يقطعوا ثلثي المسافة. أنا أتواجد مع مشايخ وأعيان منطقة المرزوح وأعيان ومشايخ منطقة محزف، وذلك لتسهيل عمل في طريق مرزوح. هذه المنطقة محرومة، حوالي 8000 نسمة وهم محرومين من أبسط الخدمات بسبب الطريق. 1500 متر مسافة الطريق ستستفيد منها قرية المرزوح وقرى مجاورة لها، يقدر أعداد ساكنها بأكثر من 8000 نسمة. ستضع الطريق حدا للمعاناة وتفتح أمامهم أبوابا كثيرة للرزق ولحياة أفضل، وسينسى الناس مشقة العبور إلى المدينة التي رافقتهم منذ عقود.